روبوردور بيان دو روبوردور حنا في المغرب اون لي زابيل با لي روبوردور كنعيطلو لي سورت دو شنو غيقول هو ان كي خصنا ديالوسيك انو نعملو هاد لي سيستيم دابا غادي ندخل في لابارتي كنساعدوهم باش يكون عندهم دي سيستيم ديال لا ديجيتاليزاسيون من الاي كوميرس يعني يقدر يبيع اون لين يكون عنده حانوت اون لين توتالمون ليين واحد لو ار بي اللي هو وين بوكس اللي فيها غير كيكون التسيير ديال ستوك ديالو وتسيير لي بي ال ديالو لا فاكتوراسيون وهذا الشيء كله كيمشي ديريكتومون في واحد لا كونتابيليتي لدرجه ان حنايا اكتويلمون عندنا واحد ليد من هاد الشركات الصغرى والمتوسطه باش يقدروا تكون عندهم واحد القوه والطاقه ينافسوا الشركات الكبرى والشركات العالميه لدرجه ان المثال ديال لا كونتابيليتي هو ان غير سكان لا فاكتور كتدخل ديريكتومون في لا كونتابيليتي ما بقاش عاديك غادي يسيزيها او لا عاديك خصو يمشي يدير لانسكريبسيون ديال البون دو ليفريزون وعاديك يعمل عاوتاني كي لو بون دو كوموند ومن بعد يعمل لا فاكتوراسيون اون فوا دار واحد لا سيزي نوبه واحده صافي هادشي كيساعد الشركات الصغرى والمتوسطه يكون عندهم واحد القدره المنافسه وفي نفس الوقت كيربحوا واحد الوقت باش يكونوا باش يعطيهم هاد الوقت يساعدهم يعاونوا لي كليون ديالهم. الشركات الصغرى دابا كيبان لها بان كاين تحديات، كيبان لها بانها كاين اسواق، وباش تلبي الرغبه ديال الاسواق خاصها توجد راسها، خاصها هي يولي عندها انظمه متماسكه، عندها كفاءات في الداخل ديالها، يعني على الموارد البشريه يكونوا الناس يعني سور لو بلون كومبيتونس، يعني يقدروا يتماشوا مع التغيرات، لان الاقتصاد كيتبدل، الامور كتطور بسرعه، دونك الناس كاين الخصص، الناس خاصها الخبراء. المشكل هو انه الخبره اللي ممكن توصلني للهدف اللي بغيت. هنا هذا هو الهدف ديالنا، نقربوا الناس، نقربوا لهم الصوره، شنو كنديروا في مدن اخرى، اللي مدن اللي هي معروفه بجانب اقتصادي، وداك الشيء نحاولوا ان شاء الله تعالى نقربوه من الواقع ديال المدينه ديال اكادير ان شاء الله تعالى، وندفعوا بالاقتصاد ان شاء الله ونساهموا جميع في الاقتصاد الوطني. كنتواجدوا اليوم في المنطقه باش نعرفوا لا تي بي او لا بي ام او بان كاين دي فينونسمون اللي يقدروا يعاونوهم في لو ديماراج مباشره من بعد الجائحه ديال كورونا. كلشي كيعرف بان جميع القطاعات تاثروا بهذه الجائحه. لي فينونسمون التمويلات اللي كتمنح لهم الدوله في اطار لورغانيزاسيون لي دياغنوستيك اي لا فورماسيون جينا نقدموهم ونشرحوهم للشركات ديال هذه المنطقه باش تستافد منها، وناخذوا معاهم مواعيد باش نخدموا معاهم من بعد بصفه 1-to-1. نحسبوا بان 57% ديال الشركات وقفوا الاكتيفيتي ديالهم مع كورونا.